السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الطيبات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحوالكم طيبة. مرحبا بكم أخواتي الطيبات في محل عباياتنا أم يافا، محل اللي كيرحب بكم جميعا أخواتي، للأخوات اللي داخل الدار البيضاء أو خارج الدار البيضاء، ولا الأخوات ديال الجالية، فمرحبا بكم وألف ألف مرحبا. بالنسبه للمحل فين كاين؟ المحل كاين في الدار البيضاء في الولفة بالضبط اخواتي، كاين حنا في الحاج فتح. الحاج فتح كتجيو الحاج فتح، كاين المسجد ديال الحاج فتح حداه المخبزه ديال بلادي، والمخبزه ديال بلادي انفاس مع القيصريه اللي كتطلعوا الفوق، فهي معروفه القيصريه فيها الخياطه وفيها الذهبيه، فمرحبا بكم والف مرحبا. وفيها حتى الناس ديال البيفيه لاله، ان شاء الله باذن الله غندير لكم واحد الفيديو اللي مميز للاخوات اللي بغاو يشوفوا البيفيه واللي بغاو يصوروا يديروا هكا حفلات ان شاء الله. دابا قرب العام الثاني اللي بغات تحتفل بوليداتها وهذا، فان شاء الله باذن الله من وراء هذا الفيديو غندير لكم فيديو ديال البيفيه باذن الله، فانتظروا معايا. اليوم الاخوات بغيت نوريكم الموديل اللي ما شاء الله عجب بزاف الاخوات. هذا الموديل هذا خدمنا فيه مجموعه ديال اللويلات، وبالنسبه للتوب فالتوب ديالو ما شاء الله التوب خفيف، يعني ماشي خفيف، يعني كنقول لكم توب بارد صيفي، ممكن انك تلبسيه وتحسي براسك مرتاحه، وفي نفس الوقت التوب ديالو رطب. الموديل اللي هو هذا الاخوات، هذا الموديل سبق لكم شفتوه ملبوس، سبق لكم شفتوه ملبوس في فيديو قبل. كانت هاد العباءة هادي اللي هي عباءة العيد، كنا حطيناها في العيد، فما شاء الله نالت يعني الإعجاب ديال الأخوات، فخدمناها وعاودناها وعاودناها. فهاد المرة هادي فرحنا وجدنا لكم فيها مجموعة ديال اللوينات، وبالنسبة لطاي فيها الأم والأل والإكس أل، وهي كتجي وافية البنات، كتجي في اللبسة رائعة. بالنسبه للفينيسيون كي كتشوفوا، بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، فالفينيسيون شي حاجه اللي خدمه متقونه اللهم بارك. وبالنسبه للوينات فحاولنا انا ندير لكم الوان صيفيه، لان هذا الثوب هذا بالضبط ما فيش الالوان مغلوقه، اغلبيه فيه غير الالوان اللي هما مفتوحه، فابقوا معي حتى اخر الفيديو اخوات باش تشوفوا الالوان. ولكن قبل ما تشوفوا الالوان ضروري الاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه، ضروري انكم تضربوا الجرس وتديروا سبسكرايب باش دائما الاخوات يبقاو يوصلكم جديد ديال الموديلات، لان بكم نتوما باش حنا مستمرين، وبكم بطبيعه الحال باش الاخوات، العديد من الاخوات الحمد لله كيعرفوا القناه ديالنا وكيعرفوا المحل ديالنا بكم نتوما، فالشكر جزيل لكم كاملات، وبالاخص بالاخص الاخوات اللي كيبارطاجيو القناه، فاسال الله عز وجل انه يجازيكم خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناتكم. فابقوا معنا حتى تشوفوا الالوان. اخواتي بالنسبه لهذا الموديل هذا، انا حاولت انا نلبس لكم قطعه واحده، اللون ديالها كغامير هذا اللون، درتو مع نقاب ماليزي في الزيتي، كي كتشوفوا كي كتجي في النص هي كتجي ما شاء الله كتجي عريضه، كتجي العباءة ما شاء الله عريضة، والتوب ديالها بارد الأخوات. وهنا في اليدين كاين فيها لاستيك، ومن الداخل تيكون هذا الرباطاج هذا، ومن هنا فيها لي فرونس، وحتى من اللور كيجيو فيها لي فرونس كيكون هذا العرض كامل. بالنسبة للسكن البنات فراه مازال متوفرين عندنا مجموعة ديال اللوينات ديال الصاك، إن شاء الله حنا مقبلين على العيد بإذن الله، فكاينين أخوات اللي مازال كنستقصاو على السكن، فراه وصلنا لكم مجموعة ديال البينات ديال السكن، فمرحبا بكم وألف مرحبا. كيف شفتوا أنا وريتكم الموديل كيفاش جا ملبوس، غنوريكم في المانكا كيفاش كيجي من الفوق. كيف شفتوا من الفوق في هاد العقيدة هادي، هاد الرباطاج هذا كتعقديها فحال هكا، كيجي الشكل ديالها
بحال هكا وفيها هاد الفرونساج هذا اللي هنايا. وبالنسبه للكمينات كيف شفتوا، وهاد بالنسبه لهاد اللون هذا سيال كيف شفتوا ما شاء الله اللون، وتوب ما شاء الله روعه. بالالوان الاخوات نوريكم الوينات اللي متوفرين. فكيف قلت لكم بالنسبه لي طاي فكاينه الطاي الام والال والاكس ال، فاي اخت بغات اي لون يكفي انها تواصل معي في الواتساب وتشوف اللون اللي بغات. بالنسبه للحجابات فراه كاين حجاب لون واحد، يعني اللون اللي بغات ممكن انها تغير ولا باللون اللي غادي يجي معاه. وفي نفس الوقت كاين الحجابات اللي كتكون مغطاشه، كاين خمار الاندونيسي، كاين خمار الاندونيسي الاخوات، وكاينين الخمار اللي كيكون ديال المحل. المهم كاينين مجموعه ديال الخمارات اللي ممكن انك تلبسيهم مع معك اختي ويجيك ما شاء الله رائع. اللهم بارك. واكيد كاين حتى النقاب الماليزي اللي شفتوني انا لابساه اللي متكون من جوج ديال القطع، في حجاب اللي كيكون فيه متر ونص على متر ونص كيف شفتوا، وفيه النقاب اللي كيكون طبقة واحدة اللي هو نقاب نضالة فمعيش اللي كتبغي تلبسيه كديري الحجاب ديالك وكيجي ساتر وفي نفس الوقت أنيق. بالنسبة للحجاب فممكن أنك ديري طول من هكا، أنك ديري طول من هكا، أنا غير حجاب مع الزربة شوية قصير ولكن هو راه طويل. المهم بالنسبة للألوان فهادو هما طي الام، كاينين هاد الوينات هادو، هذا اجوري، هذا كرونا، كرونا مغلوقة، هذا خرشوفي، هذا اصفر او مطر، هذا موف. يقدروا الالوان ما يبانوش لكم مزيان في الحقيقه ولكن راه الالوان يعني باهيه الوان مفتوحه. بالنسبه لهذا الموف هذا حتى هو راه موف مفتوح الاخوات، وهذا حتى هو موف حيت ما شاء الله العام خارج الموف فراه فيه بزاف ديال الموف. الموف كتكون فيه واحد الدرجات كثيره، يعني كيكون فيه مفتوح المغلوق ديغرادي، يعني بزاف ديال الموف. بالنسبة لهادو اللي وريتكم دابا طاي الام، دابا طاي الال كاين هاد، كاين هذا بلو، هذا بلو غوا، كاين الاجوري، كاين الموف مفتوح، كاين الكرونا مغلوقة. بالنسبة للكرونا راها مغلوقة، كاين هذا تا هو اجوري ولكن هذا مغلوق وهذا مفتوح، هذا بحال اللويميني، كاين هذا سومو، كاين هذا الفيغ، هذا الفيغ اللي خارج دابا حاليا حتى هو، كاين الاسود. المهم الاغلبيه ديال الالوان المتوفرين هما نفس الالوان اللي كاينين عندنا، هذا الصفر، هذا بلو جين، بلو غوا، والاخضر، والموف، والغوف بيبي. المهم كاينين ما شاء الله مجموعه ديال الالوان، وهاد الالوان اللي وريتكم في الطي الان كاينين في الطي الان وكاينين حتى في الطي الاكس ال. يكفي اختي انك ديري سكرين اللون اللي بغيتي وتواصلي معايا في الواتساب. بالنسبه للارسال فراه مفتوح الارسال لجميع المدن، الامانه كتوصلك اختي حتى لباب الدار. بالنسبه للدار البيضاء فهي كذلك ممكن انك تواصلي معايا وصلت اختي لاكوموند حتى لباب الدار. المهم نتمنى من الله عز وجل ان الموديل يكون نال الاعجاب ديالكم، وان هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وما سخيتش بكم وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهنا البنات كنبغي نوريكم المحل فين كاين بالضبط اخواتي الطيبات. هادو هما الدروج اللي كيطلعوكم من الطبق السفلي، كتطلعوا كدوروا كتلقاو البوفي ديال اختي الهام تبارك الله ما شاء الله، جابت الطبالي وداك الشكيلات غزالي اللهم بارك.
ان شاء الله الاخوات اللي بغاو يديروا شي حفله لوليداتهم ولا بنياتهم حفظ القران ولا اللي نجحوا ليهم ان شاء الله باذن الله، فمرحبا بكم الف الف مرحبا. ان شاء الله غندير لكم شي فيديو خاص تشوفوا البوفيه وتشوفوا داك الزاز، وما شاء الله داك الشيء رائع لين اختي الهام. وها هو المحل ديالنا، فمرحبا بكم والف مرحبا. فما شاء الله راه متوفرين عندنا مجموعه ديال الموديلات الاخوات، ومتوفر البيع بالجمله والتقسيط بالنسبه للعبايات، جميع انواع العبايات اللي عندنا في المحل فحنا كنبيعوهم تقسيط وكنبيعوهم بالجمله، فمرحبا بكم. وبالنسبه للبلاصه فين كاينين بالضبط، فها هو المسجد ديال الحاج فتح اخواتي الطيبات اللي هو في الحاج فتح، هذا هو الشارع، وهذه هي مخبزه ديال بلادي. مجرد كتقطعي هذا الشانتي الصغير كتطلعي للقيصريه، كتدخلي القيصريه ديالنا وكتطلعي للمحل فوق، فمرحبا. بالنسبه للتاكسيات البنات، فراه هنا كاينين تاكسيات ديال الولف ديال حي الحسني، وكاين طوبيس، يعني كاينين بزاف ديال اللي بغاو يجيو، يعني اخوات اللي بغاو يجيو عندنا، فراه ما شاء الله كاين طريق باش تجيو، يعني كاين ترونسبور فاش تركبوا، كاين طوبيس، كاينين تاكسيات بيضين، كاين ترامواي، كاينين بزاف ديال، فمرحبا والف مرحبا. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لينا شي تعليق بكلامكم الطيب، واكيد تبارطاجيو مع صحاباتكم واخواتكم في الله، فمرحبا بكم والف الف مرحبا جميع الاخوات، وما سخيتش بكم، خليتكم